تعالي وانا معاكي. يا حبيبي اصل انا عارفه اقتراحاتك. اقتراحاتي؟ طب بس تعالي شوفيها على الواقع ونشوفها مع بعض. دلوقتي إيه؟ انا مش حاسسها كده ملهاش اي معنى. عايز اكمل لها هنا وتتعمل مكتبه. يا حبيبي مكتبه ايه بس؟ هتعملي مكتبه جنب الباب يا محمود. انا يعني مش معقول في بيت في الدنيا ما فيش مكتبه. يا حبيبي مش ممكن جنب الباب يوه. طب هقول لك حاجه، فاهمين دلوقتي جوه قلتيلي اوضه البيبي، خلاص اقتنعنا البيبي ده جنب المدخل، اتصرفي شوفي لي مكان اعمل فيه مكتبه في هذا البيت. يا حبيبي قلت لك جنب الباب مش ممكن، اعمل انا ايه بقى؟ اسمع بقى، عارف احنا احسن حاجه نعملها دلوقتي ايه؟ ايه؟ ان احنا نروح نراجع بقيه الدور بتاعي اللي هنتهم بيه اخر السنه. بس بقى لو غلبت في حاجه مش عايزين نرفزه. اه مفيش نرفزه ان شاء الله. يعني بقول لك وقفنا فين اخر مره؟ لا اني لا احب انجي مطلقا. او يا رب لا ترحل ارجوك، يجب الا ترحل الان. لن تستطيع، سوف لا ادعك ترحل. لا ادعك ترحل. لا ادعك ترحل. آه. ان رحيلك سوف يحطم قلبي. يحطم قلبي. يحطم قلبي؟ طب ما انا قلت يحطم قلبي. لا انت ما قلتيش يحطم، انت قلتي يحطمه. قلت يحطمه. شرفي ما قلتي يحطمه، قلتي يحطمه ما قلتيش يحطمه. طب والمصحف قلت يحطمه. طب ايه اللي خلاه يحطمه؟ اللي خلاه يحطمه؟ مش عارف. قولي انت. طيب اللي خلاه يحطمه؟ طيب قول لي ايه خلاه يحطمه؟ استني ده في جرس، دي اكيد نهت. اهلا يا نهت. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك؟ اهلا بيك. اتفضلي. انا جيت في وقت مش مناسب؟ لا ابدا، ازاي بتيجي في اي وقت؟ اتفضلي. اهلا يا نهت. اهلا اهلا. المدام ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. كويس الحمد لله. اتفضلي. اتفضلي. اهلا اهلا. ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويس. ولي العهد ناوي يوصل امتى؟ ناوي يوصل امتى؟ يمكن دلوقتي. ممكن دلوقتي يحصل واحنا قاعدين دلوقتي كده. والله يبقى كويس. يعني خلاص يعني فاضل ايام، حاجه بسيطه يعني. طب انت امتحانك امتى؟ لا ده انا لسه بادئ امتحاني كده في اوائل يوم. اوائل يوم؟ انت مش بدري، ده قريب. لا برضو بدري. لا في فرصة. مش هيعطلك؟ البيبي يعني؟ لا ان شاء الله ما يعطلنيش يعني، ما هو خلاص خلال ايام يجي وبعدين بقى تجيب لهم لسه قدامهم. ده فرصة مش اقل من ثلاث شهور. هتخلصي مع التمثيل السنة دي انت ان شاء الله يا رب. محضرة ايه للدبلوم؟ محضرة ايه؟ شوفي بقى يا ستي، هما المفروض ثلاث مشاهد ومسرحية بتشترك فيها الدفعة كلها. المشهد الاولاني من مسرحية وراء الأفق لجون إنيل من المسرح الأمريكي، دور اسمه روث. والمشهد الثاني يعني لسه بفكر فيه. المشهد الثالث ده الأستاذ هيعمل مشروع يجمعه للدفعة كلها. المسرحية بقى مسرحية نور الظلام، واخدة فيه دور مه. طب يا ترى هتخليها تمثل بعد ما تخلص الدبلوم، ولا أنت غير مؤمن بعمل المرأة؟ والله هو شوفي يعني مسألة الإحساس بأن الواحد عايز يمثل دي مسألة أنا أعتقد أن ما فيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامها. أنا مش مسألة أن أنا سيبها أو ما سيبهاش، يعني أنا شايف أن إحساسها ورغبتها في التمثيل رغبة أكيدة وقوية جدا وجارفة لدرجة أن أنا ما أقدرش أتصدى لها ولا أقف قصادها. أضيف إلى يعني مسألة أن الإحساس قوي، يعني أنا الحقيقة عرفتها قبل ما نتجوز وقبل ما نتخطب، عرفتها وكانت بتمثل قدامي في فيلم، هو تلت فيلم قصة قصيرة اسمه صورة مع المخرج الشاب مذكور ثابت. فأنا عرفتها ممثلة وعرفتها قدام الكاميرا، فما افتكرش. أضيف إلى كده كمان إنها بتدرس مع التمثيل، فمش ممكن أبدا قدام الاعتبارات دي كلها إن أنا أقول أسيبها أو ما أسيبهاش. لا أقول بصراحة يعني أصل بصراحة كلهم كويسين. ليه بقى؟ لا ليه بقى؟ كويس. لان انا بعتبر نفسي ان انا مشتركه معاه في اختيار كل ادوار اللي هو بيعملها، لان هو ما بيجيله اي فيلم جديد يجيب لي السيناريو ويقول لي شوشو خدي اقري السيناريو ده وقولي لي رايك فيه، فاقراه وبعدين اقول له طيب انت تقراه انت كمان، يعني احنا الاثنين نقراه وبعدين نقعد نقول ايه رايك. تتحمل مسؤوليته معايا. يعني اذا كان كويس بنوافق وبيعمله، اذا كان مش كويس ما بيعملوش. بنكون بالاتفاق مع بعض. فعشان كده انا يعني لو قلت حاجه وحشه بقى انا مذنبه معاه بقى. طيب في رايك
معهد التمثيل ممكن يعمل ممثل ولا التمثيل ده موهبة والمعهد بس بينميها؟ لا طبعا، يعني قبل اي حاجة في الدنيا لازم الموهبة. معهد التمثيل ما بيعلمش تمثيل، اساسا الموهبة. يعني ممكن معهد التمثيل بيثقل الموهبة دي، يبقى يعتبر معمل تجارب مثلا، انما كون انه يعلم التمثيل، التمثيل طبعا ما تعلمش اساسا، هو موهبة. وانت خريج معهد التمثيل يا محمود؟ لا انا خريج كلية الحقوق. طب وايه علاقة الحقوق بالتمثيل؟ والله شوفي، هو للوهلة الاولى يبان ما فيش علاقة يعني بين الحقوق وحكاية التمثيل دي، انما يعني لو بصينا لدراسات الحقوق، دراساتها ايه؟ كلها دراسات انسانية، دراسات اقتصادية وسياسية واجتماعية، دراسات ما فيش شك مفيدة جدا ولها علاقة وثيقة جدا بمسألة الخلق الفني، ان الواحد يخلق شخصية انسانية لها بعد اجتماعي وبعد سياسي وبعد ثقافي وبعد فكري. ما فيش شك انه الانسان محتاج علشان يكون كل الابعاد دي للشخصية الانسانية اللي بيخلقها وبيقدمها للجمهور، لابد انه يكون عنده مجموعة ثقافات ما بين اقتصادية واجتماعية وانسانية عامة يعني، ونفسية بالدرجة الاولى برضو. كل دي مسائل اعتقد انها بتربط بشكل شديد جدا بين مسألة التمثيل ومسألة دراسة الحقوق. طيب ازاي انضميت للمسرح القومي مع ان المعروف ان المسرح القومي ما بياخدش غير خريجين المعاهد الفنية؟ لا، هو في لحظة من اللحظات كانوا فتحوا الباب امام الخريج المعاهد الفنية وخريج الجامعات، باعتبار ان مسألة الفن والموهبة والاستعداد دي مش قاصرة على خريج المعاهد الفنية بس يعني ممكن داخل الجامعات تلاقي ناس عندهم الاستعداد والموهبة وممكن يتحركوا من خلال استعداداتهم دي، مش شرط ان يكون خريج معهد. ومسألة التحصيل الثقافات المسرحية موجودة يعني، في ترجمات كتير ويا مدرسات كتير اتكتبت عن المسرح لكتاب عرب ولكتاب اجانب وترجمت يعني. ده صحيح. ده صحيح. طب انت ابتديت في المسرح يا محمود، لكن أيوه. اتشهرت اكتر كممثل سيني. والله هو يعني ده نظرا لظروف المسرح عندنا، او عموما المسرح، ممثل المسرح يمكن ما بيصادفش ما يصادفه الممثل السينمائي من الشهرة والكتابة والعناية من الصحافة للأسف برضو يعني. إنما طبعا باعتبار أن الحقل اللي بيعرض من خلاله ممثل المسرح نطاقه ضيق وبيعرض لأقلية، مش هي السواد الأعظم السينما بتقدر تروح له في كل مكان، في الأرياف وفي كل مكان ممكن يبقى فيه شاشة عرض يعني. يعني هو ده تعليلك للنجاح السينمائي أكتر من مسرح؟ الحقيقة هي كده يعني. اول فيلم اشتغلته سينما كان نحن لا نزرع الشوك اظن، مش كده؟ بالظبط. وبعد كده؟ والله بعد كده انا عملت يعني مجموعه افلام، عملت اختي وعملت الخيط الرفيع وانف وثلاث عيون وعملت العاطفه والجسد، الظلال في الجانب الاخر، اغنيه على الممر. يعني هو في مجموعه افلام الحقيقه كلها بعتز بيها جدا. ده في حدود كام سنه؟ والله شوفي، يعني انا مظلوم في حكايه الكام سنه دي. ليه؟ اقول لحضرتك، انا الحقيقه بداياتي مع السينما ما هيش السنه اللي فاتت زي ما قد يقول البعض يعني، انا بداياتي مع السينما من سنين، انما الفرصه الاولى كانت سنه 68، في نهايه 68، فنقول 68 69 70 71 72 اربع سنين. طب مش تفتكر ان دي مده قصيره نسبيا بالنسبه للعدد ده من الافلام؟ شوفي، هو الحقيقه انا في البدايه كنت متحير جدا، مش عارف اعمل ايه يعني. عملت فيلم والحمد لله نجح، اللي هو كان نحن لا نزرع الشوك. بعديها احترت، لقيت ان فعلا زي ما توقع المنتج اللي انا اشتغلت معاه اللي هو الاستاذ رمسيس نجيب، كانت توقعاته صحيحه، قال لي ان انت هيجي لك افلام كتير، وحدث بالفعل، وكنت ده يعني شيء من عند ربنا فعلا. تقدمت لي سيناريوهات اكتر من عمل، فكنت متحير اعمل ايه، اختار ازاي واختار ايه ومين واشتغل مع مين من المخرجين، نوعيه السيناريو اللي اعمله، نوعيه الدور اللي اعمله. الحقيقه ان انا كنت واقع في المطب ده، فيا باجتهادي الشخصي اشتغل وبدماغي مع قله الخبره والحداثه لسه في العمل السينمائي، يا الجا لبعض الناس اللي هم اعتقد في موضوعيتهم وفي حيادتهم اشتغل ما اشتغلش، ده شيء ما يهمهمش، لكن ممكن يقولوا لي وجهه نظر من خلال خبرتهم في العمل السينمائي. سالت واحد زي مثلا الحاج وحيد فريد، راجل له تاريخه مع السينما، فقال لي والله كل الناس اللي اشتغلوا في السينما في البدايات اشتغلوا باسلوب
ان هم ينتشروا، يعملوا افلام كتير لمدة سنة واتنين، وعليه بعد السنتين دول ان هم يحددوا ايه اللي ممكن يعملوه. فانا لقيت ان من مصلحتي ان انا الجأ الى هذه الوسيلة. كنت متحير بين مسألة ان انا انتشر ولا اركز، فاخدت بنصيحة الحاج وحيد.